مصري 2012 كان عنوان معرض المنتوجات المصرية الحديثة اللي أقيم بعمان. أكثر من 20 شركة مصرية شاركت في فعاليات المعرض، كل شركة حاولت عرض منتجاتها المتميزة اللي كانت بجودة عالية ومستوى راقي. الحمد لله، احنا بصراحة فوجئنا ان بالأردن في ناس كتيرة معجبة بمنتجاتنا وبدأوا يقدروا الفن اللي احنا بنقدمه. كمان الشركات الأردنية كان إلها نصيب في المعرض. بعض الشركات الأردنية اتخذت من الحدث فرصة للترويج لمنتجاتها ولاسمها التجاري. سعيدين جدا بهالمشاركة صراحة بالمعرض المصري، والتعاون ما بين الأردن ومصر صراحة مبادرة جميلة جدا وفرصة جميلة جدا للشركات الخاصة تتواصل مع الشركات المصرية، وبالتالي طبعا احنا كمان نعكس الصورة الحلوة عن المنتجات الموجودة عندنا واللاين من السيارات الموجود بشركتنا. هالمعرض اللي أقيم للمرة الثانية على التوالي نظم بمبادرة من حرم السفير المصري في عمان فائقة أبو العطاء، اللي أكدت أنه النجاح الكبير والإقبال المتميز اللي شهده المعرض السنة الماضية دعاها لإقامته مرة أخرى هالسنة. تاني مرة نعمله، تاني سنة نعمله. الحمد لله السنة اللي فاتت كان ناجح، كان أول تجربة. السنة دي حبينا يعني نحسن أو نطوره شوية، وعزمنا ناس، نوعنا أكتر مشتركين. الهدف إنه نعرف الشعب الأردني منتجات مصرية مميزة جديدة، غالبا معظمهم ما شافوهاش فجبناها لهم هنا. الافتتاح كان برعاية وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري، اللي رأى في المعرض فرصة لفتح أسواق جديدة للشركات المصرية في عمان. يعني لما بنعرف المنتجات المصرية اللي عم نشوفها هون، وهذه منتجات حرفية يدوية في مجملها، يعني حقيقة اللي بشوفه من حيث المستوى الفني ومن حيث المستوى المصنعية، يعني لو كتبوا عليه made in Egypt ولا كتبوا عليه made in France ولا made in USA لا أرى فرق أمانة. فأنا بعتز بهذه الصناعة المصرية، وبتمنى فعلا أنه كل هذه البضائع تجد لها قبول في الأسواق الأردنية. المعرض شمل منتجات متنوعة من مفارش وديكورات ومفروشات منزلية وشموع وإكسسوارات وأحذية ومصنوعات خشبية ومنتجات يدوية وحرفية حديثة. شهد المعرض إقبال كبير من الزوار اللي أبدوا إعجابهم بالمنتجات والمعروضات المصرية. والله هذا المعرض كتير حلو، بجنن، يعني ياريت كل بلد تعمل مثل هذا المعرض. يعني إحنا ممكن نعرف إنه مصر في عندهم traditional crafts، يعني أشغال يدوية، بس مثل هذا الحلو دائما نروح على خان الخليلي، بس هذا إشي مرتب. معرض المنتوجات المصرية الحديثة مصري 2012 حاول يعرف ويروج للمنتجات اللي مزجت بين الطابع العصري واللمسة المصرية في نفس الوقت. لبرنامج دنيا يا دنيا، إيلين يوسف.